دلوقتي هنعمل الترايفل. الترايفل لطيف جدا انكم تقدروا تستخدموا بواقي الكيك اللي عندكم او بسكوت. الطبقه الاولانيه دي هتبقى بواقي كيك يا بسكوت. انا عندي هنا بواقي كيك فانيليا، عندي مانجا مجمده او اي نوع فاكهه تاني انتوا بتحبوه، وبعد كده عندي كريم شانتي ولبن مكثف محلى وقشطه وفانيليا، عندي مشروب غازي ابيض بدون اي نكهه او لون، بعد كده عندي قطع من المانجا مجمده برضو، وسكر وزبده ونشا وصفار بيض وعصير مانجا ولبن عشان نعمل الكاسترد البيتي. طيب هنا حله، خلونا نمشي واحده واحده كده في الخطوات. حله هحط فيها كوبايه من اللبن، كوبايه من عصير المانجا، هجيب بوله هحط في البوله السكر، صفار البيض، الفانيليا، هرفع اللبن مع عصير المانجا هنا على النار علشان يدفو مش يغلو، هضرب صفار البيض مع السكر والفانيليا هنا، اول ما يمتزجوا هنزل لهم مقدار النشا، واخلط لحد ما يمتزج كله، ما يبقاش عندي نشا باين في البولة ولا باودر. هاخد قطع المانجا او اي فاكهة تانية، ودي مجمدة لان مفيش مانجا لسه في السوق، واخلطها معاهم واطلع على النار. هحط الكيك هنا، كيكه بقى اتحروقت اشيل الاطراف بتاعتها واستخدم القلب بتاعها، كيكه الاطراف بتاعتها استوت وجوه ني ارمي الني واستخدم الحواف، كيكه ادمت ونشفت عندي والولاد مش راضين ياكلوها، باكو بسكوت شاي، اللي موجود عندكم استخدموه. هعمل ايه هنا في الكيك؟ هاخد عصير برتقان، اسفه عصير مانجا، هاخد مياه غازية بيضة، ينفع حاجة واحدة منهم يا أميرة؟ أيوة ينفع. عصير عصير مانجا قليل، قشطة، علب، فانيليا، لبن مكثف محلى، كريم شانتيه، قلب كل ده مع بعضه كويس قوي. كريم شانتيه كمان ممكن تضربوه بعصير المانجا. دي كمية من الكاسترد اللي اتعمل واتبرد لانه مش هينفع طبعا نستخدمه وهو سخن. بحط منها هنا، مش عارفة يا جماعة انتم عاملين ايه بصراحة، مش مفهوم بالنسبة لي الموضوع. ده كاسترد زي اللي احنا عملناه بالظبط بس اتبرد، يعني مش سخن عشان مش هينفع نستخدمه سخن طبعا. وبعدين نبتدي ناخد من المانجا، وبرضو بحط على الأطراف الأول، نقوم منزلين الطبقة اللي احنا بقى عملناها بالكريم شانتيه.